صرنا نستضيف نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية رومل صابر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور لكم للمشاهدين الكرام. أخرنا عليك شوي بس العناوين اليوم والمشاكل متلية البلد حرزانة وما فينا نمرق بلا التعليق يعني أكيد. لازم خاصة هلا عم بيصلنا الناس عم بنوقف الشيطون خلقنا يمكن كتار من الناس عم بيحكوا هاللغة نحن عم نوصل لغتهم من خلالنا. خلينا نبلش اليوم بذكرى 13 تشرين. رح نتابع هلا بالصور التحضيرات اللي هيك شارفت على الانتهاء، تقريبا انتهت بالبيال. اليوم التيار الوطني الحر يحيي هيدي الذكرى الساعة 6 مساء بمجمع البيال، نيو بيال، فرن الشباك. خبرنا أكثر عن العناوين اليوم، شو المميز بهيدا الاحتفال وليش جامعين بطاقات منتسبين جدد مع هيدي الذكرى؟ هو الحقيقة هيدا نهار حزين ومؤلم لإلنا نحن، هيدا كل العالم تعرف شو صار ب 13 تشرين 1990. نحن هاي أول مرة بنعمل الكومبينيشن هيدي نحن سميناه يعني من البداية إلى اللانهاية، يعني هيدا وفاء لأرواح الشهداء. عملنا حتى نجيب المنتسبين الجديد إنه نحن مكفين المسيرة، ونحن اليوم نقول سيادة حرية استقلال من أرواح ودمها الشهداء هيدي اللي وقعت ب 13 تشرين. فهيدا هاي الفكره كانت منا انه ندمج اثنين سوا اليوم، وهي اول مثل ما قلت انا اول مره بنعملها، وان شاء الله تكون على طول هيك. هذا وفاء لارواحهم، والارقام مش قليله كمان. نحن يعني صرنا تقريبا اليوم بحوالي 34,000 منتسب، وان شاء الله على تقدم. هيدا مثل ما قلت وفاء لأرواح الشهداء. 5,000 منتسب جديد كمان رقم منه أبدا هين. أعمار مزبوط. المنتسبين كيف عم بتكون؟ عنصر الشباب هو اللي عم بيكون الأكثر؟ عنصر الشباب مرة نحن السنة هذا طالع عنا 29% اللي هي نسبة كبيرة نيحة. والعنصر النسائي يلي بتكونوا أنتم مبسوطين منه هذا صرنا تقريبا ب 37% من أصل 34,000. هذا تقريبا شي 13,000 متوسط العمر عم بيكونوا من عمر عم نزيدوا. هذا نحن عم نركز على العمر الجديد والشباب والصبايا، هذا لانه بتعرفي بده يكون في عندك نفسهم اطول ومسيره. مزبوط بدك تجدد، اذا ما بتجددي بتنتهي. يوم ما شفنا تيارات سياسيه غيرنا مكونات سياسيه ما تجددت على طول انتهت يعني، وخاصه الشائعات اللي عم تطلق والمراهنات انه لا ما في شباب جديد والتيار يعني ما عم بيتجدد، فهيدا اكبر جواب. 5,000 بطاقه جديده هي وحده الجواب الكافي على كل اللي عم ينحكى. وكمان جواب امبارح نتائج الانتخابات الطلابيه، يعني نحن تحالفنا نحن وحزب الله وامل واشتراكي اخذنا 9 مقاعد صحيح من اصل، مع انه الكالكولاتريس بغير مطرح اشتغلت غير يعني. لا 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 هيدا النتائج الرسمية. ب 13 تشرين كان في محاولة اغتيال جسدي للرئيس العماد ميشيل عون، اليوم عم نشوف في محاولة اغتيال بالسياسة خاصة من خلال الشائعات اللي بتطلع كل يوم والتاني على العهد، والهدف كله تفشيل العهد وبعدنا لليوم بلا حكومة. شو بتقولوا عن هيدي النقطة؟ هيدا كلنا صرنا شايفينها وحاسبينها، ونحن عم نشتغل وحاطين في استراتيجي أكيد من عند فخامة الرئيس، ونحن كطيار هو مؤسسه يعني واقفين حده 200%، وان شاء الله هالاشياء كلها بتنحل جديد. بس نحن شايفين الصوره الكبيره اكيد ما مش مخفيه حدا بقى واضح. يعني مثل ما حكينا كذا مره صرنا بالنسبه لتأليف الحكومه إذا بس الصوره واضحه برايك عند الناس أكيد. او انه مثلا شعب اللبناني العظيم مثل ما سميه العماد عون بطل عنده هيدي الثقه، فقد الثقه بكل المسؤولين السياسيين، يأسوا الناس، صار كل واحد اقصى طموحه بطاقه هجره لشي دوله. برايك قديش اليوم نجحوا بهيدا الشيء ولا لا؟ شعب العماد عون مثل ما صمد قدام حده قبل رح يصمد اليوم؟ مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي هذا نضال عمره 28 سنه ونحن مكفينه، وبعدين المواطن بقاش يقبل حدا يستخف له بعقله. هذا اشياء عيب نحكي فيها بقى. الصوره واضحه، في قاعده بتتبع من هلا وبالرايح، في انتخابات، صار في قانون انتخاب جديد، وصار في نتائج جديده، في ارقام واضحه يا بنحترمها، وفي ارقام واضحه يا بنحترمها يا ما بنحترمها. لشو عملنا انتخابات على قانون عصري جديد؟ في كل واحد له حجم، هالانتخابات فرزت احجام، يا كلنا بنحترم وبنلتزم هالنتائج هيدي او لشو عملنا انتخابات. يعني في ارقام واضحه بتقسمي 128 معهد نيابي على 30 معهد وزاري اللي بده يعملوها اليوم ب 30 معهد، بيطلع عندك تقريبا كل 5 نواب بيطلع لهم معهد وزاري، بقسمي كل واحد حصته.
نحن عندنا 29 نائب، اواد عندهم 15 نائب والمستقبل وكذا، اسمونا بعض بيطلع كل واحد شو عنده ما يعد وزاريه، ما بدها هالقد يعني، ما منا رقد ساينس اللي بقوله. يعني بالنسبة لكم ما بدها هالقد، بالنسبة لغيركم كل يوم في حجة تتعرقل الحكومة، كان على اساس اذا بيعطون منصب نائب رئيس هيك تنفند العقد، بلشنا بعقدة القوات، اذا بياخذوا حقيبة سيادية او منصب نائب رئيس الحكومة بيمشي الحال، عرض عليهم مؤخرا من بعد ما قيل انه رئيس الجمهورية تيسهل، يعني من كرمه قرر ما سهل الحكومة الماضية قرر يعطيهم من حصته اذا بدك، ووافق على اعطائهم منصب نائب رئيس الحكومة، طلع جعجع وقال نحن ما بدنا منية من حدا ومشكورين ما بدنا منصب. كيف بدك تفهم عليه الدكتور جعجع صرت بالايام، يعني قبلنا باربعه وبنايب رئيس مجلس وزراء صار بدهم وزاره سياديه، ونحن ما عندنا مانع الا الرئيس الوزير باسيل علنا على الشاشات انه نحن ما عندنا، شوفوا المشكله عند غيرنا، صار بدهم اثنين وزارات اساسيه، ونحن بتعرف الوزارات الاساسيه والسياديه مقسمين طائفيا مسيحيا، بيطلع لك ثلاث وزارات اساسيه، لا ما نجيب لهم اثنين، ونحن شو بطلعنا وغيرنا شو بطلع له، بقى هيدا الاشياء تعيد مثل ما قلت حضرتك، بس عم تتحلحل شوي شوي بتتحلحل. ووضع كلام الوزير باسيل بإطار انه هو اللي عم بيشكل محل رئيس الحريري وعم بيضرب صلاحية الحريري وعم بيحط معايير انه بطريقة تسلطية كأنه عم بيحط ايده على الحكم، يعني انحرف النظر لهالميلة لغض النظر عن امور تانية برأيك. هيدا غير صحيح ابدا، الوزير باسيل بيحكي باسم التيار الوطني الحر، في رئيس جمهورية بيحكي باسمه هو، وفي رئيس مجلس وزراء هو رئيس الجمهورية بألف الحكومة بالتوافق، هيدا هي كل البيسس تبعها يعني. يعني اليوم بالخلاصة فينا نقول العقدة القوتية هي وحدة اليوم هلأ هي اللي عم تأخر الحكومة، خاصة أنه العقدة الدرزية تحلحلت يعني، صار في تحلحل، صار في إيجابيات، طلع الأستاذ وليد وعمل تويت صح تنين أو الأحد وقال أنه لازم ناخذ عرض الوزير باسيل بجدية ونشوف شو هو يعني كلنا ما نضحي بالنسبة للوضع، لأنه لا سمح الله صار شيء كلنا بنفس المركب نغرق نغرق كلنا سوا، ما رح نغرق فريق وفريق ضل فيه. مركي فيش السفينة نوح. لا ما فيش، مش موجودة، راحت هي من زمان. طيب اليوم برأيك شو الهدف؟ انه تعودنا في بعض الافرقاء بيقولوا انه هن مع العهد وحد العهد وبي الصبي، واخر شيء بيطلعوا اول من عم يطعن العهد مش بيظهروا بالوجه صايرة الامور، فشو الهدف اليوم انه عرقل التشكيل حكومة العهد الاولى؟ مين المستفيد منه؟ يعني اوقات بيقولوا انه الوزير جبران باسيل هو اللي عم بيعرقل، حدا بيعرقل نفسه؟ ما هذا ما بنقوله نحن، يعني ما فيك تعرق لحالك، انت اليوم انت فريق سياسي مكون سياسي وصلت رئيس جمهوريه على عبده، معقوله انت تعكس تاليف الحكومه؟ يعني عم تحط عصب دوليب لحالك وللمواطن، وهذا ما لنا شغلتنا نحن، معروف تاريخنا، تاريخنا كله معروف من 28 سنة لليوم كيف نضلنا وكيف عملنا وكيف وصلنا لهون، ولا ممكن نحن نعقد الحكومة. هلأ بصير في تعقيدات بالتشكيلات بالمقاعد بالوزارات يعني، بس انه توقف تأليف الحكومة هذا عيب ينحكى فيه يعني بالنسبة لنا نحن. هلأ في ناس عم تستفيد من التأخير هيدي، في عندها أجندات تانية نحن عارفينا، وفي يمكن إشي منا خارجية عارفينا. نعم خارجية، هلأ بينقال هيك بينقال هيك إن شاء الله ما تكون، لأنه نحن وصلنا لمحل اليوم عم نقول حرية سيادة استقلال، لأنه صار القرار لبناني 100% بالنسبة لنا نحن قرارنا، ما عندنا وصاية من حدا أبدا ولا بنقبل هذا الشيء. من جهة يعني امبارح حزب الله نصر الله قال أنه لا سوريا ولا إيران عم تتدخل بتشكيل الحكومة، يعني إذا فينا نقول هيدا الموقف من هيل شعر. لا بالنسبة لنا نحن أكيد نحن قرارنا، وبتعرفوا أنتوا هذا من زمان لهلا، ما حدا إذا سيطر قرارنا، مشان هيك أخذتنا هالوقت كله لنوصل لمحل ما وصلنا، لو ما ناخد يكون عندنا قرارات خارجية مسيطرة على قرارنا نحن ما كنا وصلنا لهون. أكيد رح نتابع معك أستاذ رومل، بس خلينا نتابع شوي بموضوع 13 تشرين، مثل ما لبنان واللبنانيين بالداخل عم يحيوا هيدي الذكرى، أيضا قطاع الانتشار وبمعظم دول العالم أيضا يحيي هيدي الذكرى، بينضم لنا فادي حوا مسؤول لجنة الإعلام والتواصل بقطاع الانتشار بالتيار الوطني الحر. صباح الخير فادي. مونجور. صباح الخير. صباح الخير ريتا، صباح الخير نتابي، وصباح الخير بي بي. أهلا، أنا فادي. كيفك؟ هاي حلوة، حبيتها هاي بي بي. فادي خبرنا أكثر، قطاع الانتشار كيف عم يحيي ذكرى 13 تشرين؟ شفنا قداديس بأكثر من بلد حول العالم، يا ريت تحطنا هيك شوي بالصورة.
كعادته ومنذ سنة 1991 يحمي قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر عبر هيئاته في كافة المناطق الجغرافية ذكرى 13 تشرين الأول 1990 عبر إقامة القدميات ورفع الصلوات عن أرواح الشهداء من الجيش اللبناني والمدنيين والمفقودين في ذلك اليوم المشؤوم الذي لم يكن يوم خسارة. خسارة من دون ندم وذل الرابحين، مش هيك؟ 100% صحيح. نبلش بأوروبا، عم نشوف هلا تباع عن الدعوات لل يعني احتفال بهالذكرى. نبلش بأوروبا، تجمع من أجل لبنان بباريس بيحيي الذكرى ب 14 تشرين الأول 11 الظهر بكاتدرائية فيلة لبنان. تيار الوطني الحر بألمانيا بيحيي الذكرى بدعوة لقداس إلهي عن راحة أنفس شهداء 13 تشرين يوم السبت 13 تشرين الساعة 5 العصر بدير سانتا لانجروس. إيطاليا بتحيي قداس بهالمناسبة يوم الأحد 14 تشرين الأول الساعة 12:30 الظهر بكنيسة مارمارون بروما. ببلغاريا التيار الوطني الحر بيعمل قداس عن أرواح الشهداء والمفقودين يوم الأحد 14 تشرين الأول الساعة 12:30 الظهر بكنيسة سيدة البشارة. نروح على موسكو، التيار الوطني الحر بموسكو بيحتفل بقداس إلهي عن راحة أنفس الشهداء الساعة 3 بعد الظهر. بسويسرا التجمع من أجل لبنان بيحتفل بهذه الذكرى بقداس إلهي بكنيسة الكبوشيين الأحد 14 الساعة 11:30 الظهر. التيار الوطني الحر بالمملكة المتحدة بيحيي بقداس الأحد 14 تشرين الأول الساعة 12:30 بكنيسة سيدة لبنان بلندن. نعم. نروح على السويد، التيار الوطني الحر بالسويد بيحتفل بعيد الذكرى بإقامة الضيف عن راحة أنفس الشهداء يوم الأحد 14 تشرين الأول الساعة 6 المساء بكنيسة مرضية مجدلينا. بالنرويج بيحتفل التيار الوطني الحر بالضيف عن راحة أرواح الشهداء 13 تشرين يوم السبت 13 تشرين الساعة 2 بعد الظهر بكنيسة القديس يوسف الكاثوليك. التيار الوطني الحر ببلجيكا بيحتفل ب 13 تشرين الأول بإقامة قداس بكنيسة مارمارون. ننتقل على كندا، التيار الوطني الحر كولكو كندا بمونريال بيحتفل بإقامة قداس عن أرواح الشهداء يوم الأحد 14 تشرين الأول الساعة 11 الظهر بكاتدرائية مارمارون بمونريال. التيار الوطني الحر بأوتاوا يدعو للمشاركة بالذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء 13 تشرين الأول يوم الأحد 14 تشرين الأول الساعة 11 بكنيسة مارشربي الأوتاوا. ننتقل لتورونتو كندا، القداس بيكون 14 تشرين الأول الساعة 12 الظهر بكنيسة سيدة لبنان بتورونتو. ننتقل لأفريقيا، وهيدي مبدئيا أول مرة بيكون عندنا نشاط بهالمناسبة بأفريقيا. بكوتونو قداس عن راحة أرواح شهداء 13 تشرين يوم السبت 13 تشرين الأول الساعة 7 مساء بكنيسة مارشربي الكوتونو. بمالي قداس بيكون يوم الخميس 11 تشرين يعني قطع الساعة 9 قطع. نعم. وعندنا بنيجيريا قداس تقريبا لشهداء الجيش اللبناني يوم السبت 13 تشرين الساعة 7 مساء. نعم. بكنيسة سيدة الوالدية. التيار الوطني الحر بغانا يدعوكم بالمشاركة في القداس الإلهي راحة أنفس الشهداء 13 تشرين الأول يوم السبت 13 تشرين الساعة 7 مساء في كنيسة مرمرون. نعم. حضور كبير بأفريقيا. إذا بنروح أخيرا يمكن للولايات المتحدة، هيدي لأول مرة بيكون عندنا نشاط كثير قوي بهالمناسبة. نعم. ونوعدكم بنشاطات أكثر بأفريقيا. بعد عنا إن شاء الله ما حدا يفهم تحدي. عنا الولايات المتحدة، عنا الولايات المتحدة سريعا عدد للمناطق والساعات تفضل.
تيار وطني الحر ببوسطن يدعو لإحياء هذه الذكرى بإقامة قداس إلهي تخليل لشهداء الجيش اللبناني والمدنيين يوم الأحد 14 تشرين الأول الساعة 11 قبل الظهر في كنيسة الأرض في بوسطن. وكاليفورنيا تدعو للاحتفال بالذكرى السنوية لشهداء 13 تشرين ذلك يوم الأحد 14 تشرين الأول عند الساعة 11:30 في كنيسة سان جود الموالي. عندنا كلمة بعد بس بدنا نحكيها باسم لجنة الإعلام أكيد بتاع الانتشار مثل العادي. تفضل. يوم انتهكت قيادة لبنان وانتزع الحق من قصرها بالقوة بفعل المصالح الدولية الخيانة الداخلية وطائرات السخوي لم يكن يوم خسارة. يومها انطلقت قافلة الشهداء حاملة على جبينها استمرارية الوطن. دماءهم أزهرت أمل نضال مقاومة بطولة وكرامة. بها كلها عاد الحق ودخل إلى القصر مرفوع الرأس على بساط أحمر وانطلقت مسيرة التحرر. وكما قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين الأول 2016 13 تشرين كان من أجل استقلال لبنان فمن رأى في تلك الموقعة خسارة كانت بالفعل خسارة لأجل استقلال لبنان والحق بالمطالبة به ومن لقى فيها ربحا مثلنا كانت بالفعل ربحا من أجل الاستقلال الذي نلناه وكيفما كان تاريخ 13 تشرين عكسناه من خسارة إلى ربح. شكرا ولأرواح الشهداء ألف سلام وسلام. شكرا من ضمن صوتنا لك. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله مقبول هالأداديس بكل بلاد الانتشار. مسؤول لجنة الإعلام والتواصل بقطاع الانتشار أكيد بتيار الوطني الحر فادي حوا شكرا لك. في بي فإذا الحكومة فينا نقول إنه صارت قريبة ولا العرقة اللي رح تأخرها بعد؟ وعد الرئيس الحريري مفروض يخلص بكرة مهلة السبعة أيام عشرة أيام. هذا الكاونت داون. الكاونت داون بيخلص بكرة بعد أوكي. في يومين منه اليوم وبكرة. بفتكر توليت. بس رجع على عشرة أيام مرة تانية بركة. جددها قلتي خاصة إنه الرئيس بري صار بسويسرا. إن شاء الله نوع نهار التنين يكون في شيء يعني ما بتصير والرئيس بري مش هون. معقول. ما بتصير. هلا هو متفقين قبل. على الرئيس بري في حال صار ما صار بقطع زيارته. برجع أكيد. مثل ما أكيد. صار قبل يعني بس ما فيش تخير يعني للأسف. نعمل جولة سريعة على عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم بداية مع صحيفة الأخبار اللي عنوانت ترامب يقرأ في كتاب ريغان دليل عمل ضد إيران وموفد ماكرون لبنان غير قابل للإصلاح. ما بعرف وين حكي هيدا بإطار التحليل مش ما في تصريح رسمي بهالإطار يعني وبالصورة أرمن لبنان ينقرضون. بالنسبة لموفد ماكرون إذا بدنا نحكي سريعا عن هيدا الموضوع فعلا كان فيه هيك كلام ولا هن إجوا يطمئنوا بالنسبة لمشاريع سادر شو سمعتوا منهم يعني كان في عدة لقاءات. أنا تفاجأت بهذا العنوان على بكرة الصبح هذا يعني ما سمعته أنا من قبل يعني ما بدنا نتأكد منه إذا هيك قال لي ما لا أنا بالعكس كانت الأجواء كانت بوزيتيف الأجواء كانت جدا إيجابية من قبله. طبعا منتبع بالجمهورية القوات كلام باسيل حقد وشر فرنسا لسلوك لبناني سياسي إيجابي. امبارح وصفتكم النائب ستريدا جعجع حقود شرير وخبيث. هو اللي نقال وقتها بسياق انه اذا فيك تسامح اللي قتل اهلك اكيد فيك تسامح اللي حرمك الدراسة ما كانش لا نبش قبور ولا شيء يعني بس هيدي ما أعرف حقيقة خلق يمكن اللي بيجمع التيار والمرة ده أكبر بكتير من يلي بيفرقهم بهالإطار وضع الوزير باسيل فهمت بغير منحة كليا. هلأ بفتكر مش لازم تنفهم بغير منحة لأنه المقصد واضح بعدين اللي عم ينبش قبور هو اللي عم يتباهى بهيك مجزرة واللي تباهى فيها على مر سنوات واللي عم ينبش قبور هو اللي بيخبر أنه مهره كان دعوس الصغرتوية على حد تعبيره. هلا بدناش نمر في الماضي يعني لا بس انه كمان يعني هلا بس بده يحكي بالموضوع بده يعني يكون حاضر للاجابات اللي بتجي فبس مشان هيك بس للتذكير المستقبل هيك شارب اليوم ابوك ليك هلا صارت 8:30 من السبعة من السبعة هيك
بالمستقبل كانت العلنيين على الشكل التالي: ماكرون يعبر لعون عن رغبته في تشكيل الحكومة واتفاق على ضرورة الاستقرار في الجنوب، الحريري لطلاب المستقبل: فوزكم يعطيني القوة رغم العقبات. هيدا بدنا ما حدا يفهمها انه في تدخل خارجي بي، هيدا تمني. ما في دولة صديقة ومحب لبنان ما بهمها يكون في حكومة. هيدا الرغبة كل الأطراف عم بيعبروا عنها، خاصة أنه فرنسا معنية بتنفيذ سادر 100%. واللي مرتكز على أنه يكون في حكومة لتبلش أكيد. تشتغل بهالإطار واضحة بالطبع. كليا طبعا. الشرق عنوانت: ترامب: السعودية أهم مشتري سلاح أمريكي، خلوتهم وماكرون تشكيل الحكومة شأن لبناني. ونتابع مع صحيفة الديار أخطر وضع يعيشه ولي العهد السعودي وترامب يعيش مأزق محمد بن سلمان. المخابرات التركية والأمريكية تكشفان بالصوت قتل الخاشقجي داخل القنصلية السعودية، ومحمد بن سلمان يعيش أزمة حقيقية وتململ بين أمراء السعود. كل العنوان عن السعودية ومحمد بن سلمان وصورته وترامب، يعني ما في شيء أي لفته داخليا أبدا. هذا شيء ما السعودي ما متدخل فيه، ما هي كل واحد يدخل بأموره شخصية يحققوا ويوصلوا لنتيجة 100%. البناء: الخاشقجي يحاصر ابن سلمان في الغرب، وأنقرة تفرج عن القس الأمريكي المحتجز. هون خلينا نقول يحاصر ابن سلمان في الغرب، كان في مؤتمر كتير مهم رح يصير، مؤتمر اقتصادي بالسعودية. مزبوط. صار في حملة مقاطعة بالساعات الماضية، عدة مسؤولين وفعاليات اقتصادية كتير مهمة بدول غربية أعلنت تعليق مشاركتها بهذا المؤتمر بانتظار الكشف عن مصير الخاشقجي. يعني كمان بالأخبار وبالسوشيال ميديا أنه في investments عم توقف في مؤتمر دافوس، في ناس يمكن ما تشارك فيه يعني، بس هيدا بكره حسب النتائج والتحقيقات يعني بدها تصير. بس مثل ما قلت بالاول نحن ما بنتدخل بامور حدا ولا بدنا حدا يتدخل ولا بدنا حدا يقرب صوبنا 100%. وايضا بالعناوين: عون يلتقي ماكرون والحكومه شان لبناني، ومرحب بالحريري في اي وقت، نصر الله لسنا محشورين وندعو الاسراع حرصان والغموض البناء مع اسرائيل. نوصل للكاريكاتير بالشرق، يعني الوزير جبران باسيل ما بغيب عن كاريكاتير الشرق الحاضر الأبرز والدائم. مشكلته الوزير باسيل مش عم بغيب عن رأي حدا بقى. ما عن ولا جملة ولا تصريح ولا موقف. هلأ ثالث حلقة كمان بصار الوقت كمان ضيفهم الوزير جبران باسيل بتوقع من اليوم. ايه ضيفه رح يكون رئيس تيار المرضى النائب السابق سليمان فرنجية. ايه فبتوقع انه تالت حلقة كمان مع الوزير باسيل، انه اول حلقة وتاني حلقة. ما قال له وقت مرسال لسيد مرسال لدولة الرئيس انه دولة الرئيس على المرسال ما نقضيها على عم نحكي على الوزير باسيل. فإذا جبران باسيل ميشيل عون جبل أدنى وأد لبنان كله، هيدي بالتويت اللي حطها الوزير باسيل بصورته مع هيدي قال له إياها كمان بالحلقة. صح قال له إياها بالحلقة وكمان حطها زيادة يعني على تويتر. لكن المشكلة كيف يعني العالم يعني هال إذا بدك تقول الفريق الأفرقاء التانيين ما بدهم إياك تعمل، بدك إياك تقعدي بدالك قاعد ما عم تعمل شيء راضيين عليك، بس يكون عندك فعالية على الأرض وشغل وإنتاجية ما بدهم إياك، لأنه عم تفرجي ضعف الفريق الثاني أنت. يعني أستاذ رامل بس اليوم الشغل والفعالية أكيد في كتير إنجازات تحققت، بس الناس بعد بدها أكتر، والناس عم تسأل عن الأمور البديهية اليومية، كهرباء، ماي، طرقات، يعني هول الناس شو بتقولوا لهم؟ هودي مثل ما صرنا حكين كذا مرة عم ينعمل هلأ هو البنية التحتية، يعني أنا كمواطن ما عم شوف النتائج بعد. ومثل ما قلت حضرتك 100% الشعب بده يتوظف، بده صح. يتعلم، يتحكم، بده كهرباء، بده تنشال زباله، بده ماء، بده يشيل على همومي اللي هي تبني، بدك تبني البنيه التحتيه لتوصل لهونيك. يعني بقى البلد ما بدناش نرجع نعيدها كذا مره، كان ما حكم بتعرفوا كيف 28 سنه يعني مهتري. جاي انت عم تظبط هالاشياء هيدي وفي مشاكل كثيره يعني، بس ان شاء الله يعني بلشت تطلع هالاساسات تطلع فوق الارض، وان شاء الله بعد الحكومه الجديده بشوفوا المواطن التقدم هذا رح يصير ان شاء الله. عناوين الصحف بالنهار من 50 سنه 1968 كيف كانت بهيداك الوقت. ألف اليافي حكومة ثمانية أدخل فيها فرنجي والجميل ومعلوف، يعني الأسماء بعدها تتكرر. فاجتمعت كتل التجمع وسحبت وزراءها وظل اليافي مستمرا، الأكثرية ترفض حكومة الأمر الواقع. يعني كتير بتشبه
يعني لبنان من 50 سنة واليوم في كتير بس أمور. بس الفرق 8 مش 30، وفي ناس كتير كل الناس مجلس النواب كان أقل كمان. ليش اليوم نحنا أنه بأكبر دول العالم في حكومات مصغرة؟ نحنا اليوم ليش هالبزخ إذا بدك ونروح لحكومة 30 وزير ونعمل حكومة على قدنا تنتج؟ أطراف كتار أطراف كتار والبدون يكونوا راضيين كتار والشغل عليها كذا مرة، هيدا مش أول مرة بتقلق 30 أكيد. مرات حكيت على أساس 30 كمان حكى 24، هو كل ما قللت كل ما صار الإنتاجية أحسن يمكن. بس نحن ما عندنا مشكلة مثل ما تقول حضرتك هون من 50 سنة إنه إذا ما في اتفاق على حكومة وحدة ينعمل أكثر أي معارضة، شو المشكلة؟ بكل يمكن بلدان. بكون العمل بكل أسهل موجودة هيدا. برأيك العمل بيكون أسهل أكيد. مفروض لأنه مجلس الوزراء هو مجلس تنفيذي، صح؟ منه إذا في خلافات ومشاركة هيدا بتصير مجلس النواب مش بقلب المجلس، هذا لازم يكون تكون وحدة عمل، وحدة يعني عمل للتنفيذ يعني تنفيذ المشاريع. سريعا رح نقرأ العناوين. تحفظات الوزراء الذين أخذوهم بغتة، الجميل، لسنا وحدنا وسنعود إلى مكتب الحزب، فرنجية، قبلت مبدئيا لكن لي بعض الشروط، معلوف يجب أن أعود أولا إلى الكتلة المستقلة والحلفاء، رجعنا تي 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 من شو هاي؟ هاي دعاية يمكن؟ ايه ليه كيف كانت من وقتها بعدنا على الريكورد؟ إنه مدهش حقا والله رزق الله هالأيام يعني معليش. بفضل المناورات النهجية والمسحات الجملاطية، المسحات من وقتها والله منيح يعني الروح المرحة اللي بنشوفها هلا على تويتر مصدرها جينة. كادت حكومة الأكسترا برلمانية تبصر النور، و أمل بيهم طالبة جامعية متفوقة وكلية بيروت تحفر اسمها على كأس. وأيضا كاريكاتوريا الحلف الثلاثي بالمقابل جبهة الإنقاذ، يعني كمان طرفين من جهة ومن جهة الأخرى، وهذه السياسة بالنهاية ما فينا نقول أنه لازم الدنيا تكون عطول وردية، ولكن ما يصير في عصب الدوليب واللي بده يكون بالسلطة يخلوه يشتغل لنشوف النتيجة، ما اشتغل حكمه ما تعرقلوه قبل ما يبلش. كل واحد ناجح لازم يتكافأ، وكل واحد ما عم بينفذ لازم بتحاسب. نحن بدنا نشكرك استاذ رومل صابر نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم، وإن شاء الله سنة ورا سنة نضلنا نحيي ذكرى 13 تشرين تنتعلم منها وما ننساها وناخد منها العبر وهذا الأهم.